مرحبا بكم، مرحبا عزيزي المشاهد. هل تريد التعرف على فتيات الحصول على أرقام بنات واتساب؟ هل تريد أرقام فتيات من جميع دول العالم؟ هل تريد التعرف عن طريق الشات والدردشة؟ هل تريد كل هذه الأشياء عن طريق تطبيق واحد؟ إذا كنت من تريد من هذه الأشياء فأنت في المكان الصحيح. لقد وعدتكم أنني سوف أضع لكم بعض التطبيقات التي هي مجانية وليست مدفوعة، وكل عمليات الدردشة وكل شيء مجاني. فأنا في كما وعدتكم أتيت لكم بالتطبيقات، لكن لدي طلب صغير قبل مشاهدتك هذا الفيديو. أنصحك بالاشتراك في القناة. أنصحك بالاشتراك في القناة كما قلت لكم، وهي قناتي الشخصية زمري أي سولوك. إذا كل ما عليك فعله أخي عزيزي المشاهد هو الضغط على زر صابوني وتفعيل زر الجرس. لقد انقطعت الإنترنت، عفوا. تقوم بالاشتراك هكذا وتقوم بتفعيل زر الجرس. إذا سوف نذهب مباشرة إلى الشرح. إذا هذا هو التطبيق، نعود مباشرة. إذا إذا كنت تريد الحصول على أرقام فتيات، اضغط على هذه الأيقونة كارلس نمبر. بعد ذلك يمكنك التجول مباشرة واختيار الشخص الذي تريد. مثلا أريد إظهار رقم هذه الفتاة، سوف أصعد قليلا وأضغط على كيت نمبر، وقد ظهر معنا الرقم والسن الخاص بالفتاة وأيضا المدينة أو الدولة. يمكنك تصفح العديد من الفتيات عن طريق التمرير هكذا كما ترون. الرقم فهو ظهر معنا، والعديد 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 والمزيد، يعني بل الملايين من الأشخاص الذين يضعون أرقامهم هنا. شاهدوا، جميل. أتمنى من الله أن يكون قد أعجبكم هذا التطبيق، لكن لا، سوف أشرح الكثير والكثير في هذا التطبيق وبعض الميزات الخاصة. إذا يمكنك تصفح العديد من الفتيات. سوف نعود إلى الوراء حتى أريكم كيف تدردش. إذا في التطبيق نفسه يمكنك الذهاب إلى فندر جيرل فريند، هذه الخانة، اضغط عليها ضغطة واحدة، لكن يجب عليك فتح حساب. أنا سبقني وفتحت حساب كما ترون، والآن أستعمل الموقع بالتطبيق بكل حرية. إذا كما ترون يمكنني التمرير، يمكنني التمرير هكذا العديد والعديد من الفتيات من جميع دول العالم. كل ما عليك فعله هو الضغط على زر إعجاب للصفرة أو ديسلايك هكذا، أو يمكنك مراسلة الشخص يعني على المباشر، وهو عن طريق الضغط على الأيقونة التي في الوسط للمراسلة.
هكذا نقوم بالضغط. انظروا، لاست سين 9، يعني منذ 9 دقائق كان موجود هذا الشخص. نقوم بإرسال رسالة كما ترون، التطبيق مجاني كما وعدتكم. شاهدوا، ومن ثم إرسال. يمكنك إرسال العدد لا منتهي من الرسائل حتى أثبت لكم أن كل شيء مجاني. إذا كما ترون إخوتي، اذهبوا مباشرة إلى البروفايل. هنا يمكنك أن تقوم بعمل حسابك. في الخانة الأولى اسمك، وفي الخانة الثانية إيميلك، وفي الخانة الثالثة رقم الهاتف الخاص بك. أيضا يمكنك رفع صورتك ومن ثم أبلود بروفايل. وهكذا تكون قد انتهيت من إنشاء حساب. أتتني رسالة، شاهدوا معي لكي تتأكدوا من مصداقية كلامي. تلك الفتاة التي أرسلنا إليها قبل قليل لقد أجابتني بيس. هذا التطبيق الذي أستعمله في لوحة المفاتيح الخاصة بي سوف أشرحه لكم في يوم ما إن شاء الله. هذا يرسل الرسائل وترجمة أوتوماتيكيا. وهكذا أقوم بالدردشة مع الفتاة من جميع دول العالم، والحمد لله لقد تواصلت معي فتاة على المباشر لكي أثبت لكم مصداقية كلامي الذي أضعه لكم. فكل التطبيقات كما قلت لكم هي مجانية، وعندما أقول لك تطبيق مجاني الدردشة مجانية يعني أعلم أن كلامي صحيح ولست أضلل العناوين أو أكذب عليكم. فأنا يعني أريد يعني الأشخاص عندما يشاهدون الفيديو الخاص بي يشتركون في قناتي وينتظرون الفيديوهات الخاصة بي. كما قلت لكم اذهب إلى البروفايل وقم بعمل حساب خاص بك. يمكنك الذهاب إلى الشاطئ من هنا. إذا الأشخاص الذين عندما أرسلت لهم تم قبولي لقد قبلوني كما ترون. شاهدوا إخوتي، هذوما أصدقائي الذي قبلوني. يمكنك الذهاب إلى زر القفل. حتى تدخل إلى الصفحة ومشاركته مع أصدقائك. لكن لا أظن يعني هذا شيء اختيار خاص بك. أما بالنسبة للخانة التي في الأسفل وهي بوي وجيرس هي فقط للصور. شاهدوا كما ترون إخوتي، صور لأشخاص، وإن كنت تريد صور لفتيات أو شباب فيمكنك تحميل هذه الصور، الكثير والكثير من الصور، مثلا صور فتيات.
شاهدوا معي إخوتي. على العموم هناك تطبيق آخر سوف أشرحه لكم، هو كالعادة هو تطبيق مجاني، وكان كما وعدتكم تطبيق أيضا خرافي جدا 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 جدا. تطبيق صدقني لن تمل وأنت داخله، وسوف أشرحه لكم إن شاء الله في الفيديو القادم. إذا كما قلت لكم إخوتي، لا تنسوا دعمي بزر لايك واشتراك في قناتي عن طريق الضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو، ووضع لي تعليق محفز، وانتظروني في حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم.